بمدينة النخيل مراكش، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق مساء أمس الأحد إن حضور النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكل مرآة أمته الإسلامية، كما أنه حاضر دائما في الحياة اليومية للمغاربة. وأوضح في كلمة افتتاحية للندوة الدولية المنظمة إلى غاية 7 نوفمبر الجاري حول موضوع حضور الرسول وتراثه، أوضح أن حضور الرسول شمل كل أوجه الحياة والمجالات الدينية والسياسية والأخلاقية والعلوم الإسلامية والأدبية والفنون وغيرها. نظرا لما للمملكة المغربية من تعلق روحي وتاريخي وعاطفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارت هذه التلة من الباحثين من مختلف البلدان الأوروبية والأمريكية والأسيوية أن تجتمع في مراكش، ونحن على أبواب الاحتفال، احتفال مولانا أمير المؤمنين بالمولد النبوي الشريف، أن تجتمع في ندوة علمية حول حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة المسلمين في الماضي والحاضر. وقد شرحوا أن اختيارهم للمغرب يرجع إلى هذه الأسباب التاريخية وإلى هذا التميز. ومن جانبه أوضح المتخصص في الدراسات الإسلامية بجامعة أكس مارسيليا السيد ديني كريل أن حضور الرسول صلى الله عليه وسلم يستشف عند المغاربة في كل مجالات الحياة اليومية، موضحا أن سلالة الرسول الكريم الشرفاء لعبوا دورا أساسيا في نشر قيم وحب رسول الله. للبحث عن علاقة المسلمين بالرسول، لأنه رأينا أن هذه حقيقة مجهولة في الغرب، والفكرة جاءتنا من دراسة تاريخية لتاريخ التصوف أو الرقية في الإسلام. لاحظنا أنه في نوع من زيادة في مظاهر هذا التعلق في شتى المجالات، في حياة الناس وفي الجماليات وفي الروحانيات إلى غير ذلك، فأردنا أن ندرس هذا. فجئنا للمغرب لأنه المغرب أرض خصبة في هذا المجال. ويناقش المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم بخصوص حضور الرسول وتراثه، تعظيم وخلاف وتجديد في العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، وحضور الرسول في الأدب والفنون والشعائر والممارسات الدينية، والشرفاء وسائط بين الرسول وأمته، أبعاد دينية اجتماعية ثقافية وسياسية.